نعقب على هذه القصة من خلال سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ. الحقيقة امبارح أنا بعد ما قرأت الخبر واتكلمنا مع منا كنت بوجه رسالة للسيد المحافظ، ودلوقتي معنا على الهواء. سيادة المحافظ طبعا بصبح على حضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. مبدئيا كده ازاي حضرتك تفاعلت مع قصة منا اللي شغلت المصريين امبارح، وايه الدعم اللي حضرتك من خلال المحافظة ممكن تقدموه لهذه البنت اللي الحقيقة ظروفها كانت صعبة جدا، وهي ما شاء الله متفوقة علميا بشكل ملحوظ يعني. هو الحقيقة لما ظهرت نتيجة الإعدادية احنا كالمعتاد بنتواصل مع أسر الناجحين العشر الأوائل وبنقدم لهم التهنئة هم وأسرهم على إصرارهم العلمي ونجاحهم وتفوقهم. نعم. إلا أنه يعني لفت نظرنا أنها بنتنا بتمر بظروف أسرية صعبة، إلا أنها مصرة على النجاح بالرغم من أنه يعني الوالد منفصل بقاله فترة عن الأسرة، مفيش إنفاق، هي مقيمة في شقة فيها نزاع على التواجد بينها وبين أسرة الزوج. حقيقة الظروف كلها متشابكة، إلا أن بنتنا الحقيقة مصرة على أنها تنجح وتتفوق وتبتدي تتعامل مع حياتها وحياة أسرتها بالتغيير الكامل. لكن في نفس التوقيت لازم برضو المجتمع يساهم في أن احنا نحسن الظروف. حقيقة مبادرة فخامة الرئيس دي أنه الأكاديمية الوطنية وحياة كريمة يتعاملوا مع مشكلة البنت من الناحية الأسرية ودعمها تعليميا حتى التخرج، دي خلت البنت وأسرتها في منتهى السعادة. الأم طبعا ما كانتش متوقعة الرد الفعل السريع ده من الدولة ومن فخامة الرئيس. بنتنا ذات نفسها يعني حالها انقلب، لأنها الحقيقة عندها إصرار. لما حضرتك أكيد ما عرفش حضرتك عملت معها حوار ولا لا؟ يا فندم امبارح الموضوع الحقيقة تم الاستجابة لي بعد إذاعة الفقرة اللي كانت خاصة بيها، كانت معنا على الهواء واتكلمت عن قصتها وعن حياتها والصعوبات اللي قابلتها، وكان طبعا معنا صور للجردل اللي كانت البنت بتذاكر عليه والمرتبة اللي هم عايشين فيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى كانت الاستجابة السريعة من جانب السيد الرئيس، وطبعا تم توجيه حياة كريمة والأكاديمية الوطنية للتدريب. وعايز أقول لحضرتك كمان في مؤسسات كتير يعني حاولت إن هي تساعد وتتعرف على تفاصيل حياة البنت كمان يعني. هو ده اللي عايز أوضح لحضرتك. الحقيقة وصل معانا وإحنا تواصلنا مع عدد كتير من المنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الخيرية، لأن إحنا بإذن الله في خلال هذا الأسبوع بالتواصل الحقيقة مع إجماع أجهزة الدولة كلها على مساعدة بنتنا وأسرتها في ظروفها، إنهم هيبتدوا نبتدي نجهز المنزل بطريقة لائقة بأساس جيد بتجهيزات كهربائية. أتمنى إن إحنا بإذن الله ننتهي الكلام ده في خلال الأيام اللي جاية بطريقة تخلي البنت تقدر مع المبادرة الرئاسية في استكمال رعايتها اجتماعيا وتعليميا، أتمنى إن بإذن الله حياتها تختلف هي وغيرها من الممثلين المصابرين على إنهم يتحدوا ظروفهم ويواجهوا تلك الظروف ويتفوق. هي زي ما حضرتك ذكرت إنها حتى ما عندهاش مكتب تقعد. هم فندم كمان بالمناسبة يعني هم الأسرة مهددة إن هي تطرد بره المسكن، لأن طبعا هم ما عندهمش مصدر للإنفاق يعني. وللأسف مسكن أسرة الزوج، إحنا فحصنا الموضوع بالكامل. مسكن أسرة الزوج لأنها أقر سكني كامل، يعني حتى هي بنتنا عندها أخين، أخ أصغر تعليميا لسه في الابتدائي وأخ تاني عايش مع الجدة عشان يقدر يواجهوا الظروف. كان المفروض أنهم يعني تبقى المشكلة الأسرية دي في نطاق أضيق من كده، لكن خلاص خلينا نتعامل مع الأمر الواقع والظروف الحالية. الجزء الطرد من السكن مش متوفر قانونا، احنا فحصنا لأنها دي بالرغم من مرفوع قضايا، لأن الحقيقة دي هي حاضنة للأولاد لسه ما وصلوش للسن القانوني، وبالتالي تواجدها
شرعي، لكن برضو احنا بندعمها في اي ظروف حاليه او مستقبليه. الدوله كلها باجهزتها بفخامه الرئيس كله مهتم بالمشكله، وايضا التعامل مع المشاكل المماثله لتلك الحاله. يا ريت يا فندم والله، يمكن هي البنت ربنا اكرمها ان هي ظهرت وكان في استجابه، واكيد في زيها كتير، ولكن طبعا سبحان الله هي دي طبطبه من ربنا سبحانه وتعالى على البنت واسرتها. فنحب نعرف من حضرتك عشان نطمن الاسره ايه اللي ممكن يقدم ليهم، وخاصه الام لا تعمل وما عندهاش اي مصدر رزق، اللي بيصرف عليهم الخال والجده. بالضبط. فاحنا حاليا الدوله كلها مهتميه وهتفضل مهتميه حتى يخرج النموذج ده واللي زيه للنور، تعليميا، ماليا، اساس، اجهزه، منزل، يعني الثقه تماما ان حضرتك كل اجهزه الدوله زي ما حضرتك اشرت ان فخامه الرئيس وجه حياه سليمه ووجه الاكاديميه. والحقيقه الاجهزه دي تواصلت معانا الدكتوره رئيس الجهاز التنفيذي للاكاديميه الدكتور رضا حجازي التعليميه، احنا مهتمين حياه كريمه مهتميه، وبيبحثوا ايه امكانيه المساعده في تجهيزات لاساسات الاسره، زائد ان احنا عندنا جمعيات اخرى الحقيقه ابدت المساهمه. فباذن الله القصه يعني هتنتهي زي ما هي القت الضوء على المشكله بتفوقها وجهدها، برضو الدوله واجهزتها كلها مهتميه بانها تحسسها ان في رد فعل لنجاحها وتفوقها. كان يا فندم فكره الام هي في سن العمل، هل في امكانيه يا فندم ان حضراتكم ممكن توفروا للام اي فرصه عمل، يعني تعيش منها الحياه الكريمه اللي احنا بنتكلم فيها؟ هو حضرتك دي جزئيه هنشوف الجزء ده لسه بالنسبه لي ايه الامكانيات المساعده للام، لكن بدون ما نخلي ان ده ياثر على رعايتها للاسره، لان هي منا وعندها اخ اصغر لسه في رابعه ابتدائي، ده غير الاخ الاخر اللي مقيم مع الجده في المنصوره. صحيح. فهنشوف ايه معاها، يعني احنا لسه بنفحص الجزئيه بتاعت العمل، وهي تقدر تقوم بايه عمل برضو يعني لمساعده الاسره، اللي طبعا هي لازم برضو يبقى في احساس مننا بالتفاعل مع المشكله، بحيث انها ده هيبقى موضوع دائم ليها كموارد ذاتيه، والمحافظه ايضا بكل جهودها مش هنتناسى ولا نخفل مساعدتها في اي مشكله طارئه هتواجه او في المستقبل. والله يا فندم ده العشم في سيادتك يا فندم، واكيد احنا متاكدين من ده، ولكن هي البنت النهارده في القاهره، هل في ميعاد حضرتك يعني تم تحديده عشان تتقابلوا بقى وتشوفوا طلبات البنت او الاسره؟ هي احنا يعني تحطوا الخطه مع بعض كده لما ترجع من القاهره. هي بتعمل زياره مؤسسه حياه كريمه والاكاديميه الوطنيه للتدريب، عقب العوده باذن الله هنتقابل في المحافظه معاها ومع اخوها ومع الوالده، وباذن الله هنفحص لها ونحلها كل مشاكل. احنا تواصلنا معاها تليفونيا اكثر من مره، وكل جهات الدوله على فكره زي ما حضرتك اشرت كل جهات الدوله تواصلوا معاها، يعني الزخم موجود وهيفضل مستمر، وبتوجهات اجهزه الدوله كلها وعلى راسهم طبعا فخامه الرئيس بدي توجهات للاهتمام بالمشكله دي وما غيرها من المشاكل في النطاق للمتفوقين سواء رياضيا او علميا او اسريا. يعني اتمنى باذن الله ان هي تبقى في المستقبل نموذج منور لولادنا الجيل الحالي. يا رب يا رب. أنا بشكر سيادتك يا فندم شكرا جزيلا. سيادة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كنت معنا تليفونيا، والله لو حبيت أشكر من هنا لبكرة يعني أنا مش عارف أقول إيه والله، يعني بشكر جدا جدا السيد الرئيس عبد الفتاح.